ينتشر مرض الثلاسيميا في جميع أنحاء العالم ولكن بنسبة أكبر في بعض البلدان مثل بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط ولهذا يطلق عليه أيضا فقر دم البحر الأبيض المتوسط وهو من الأمراض المعروفة منذ القدم في هذه المنطقة وقد تم تحديد هذه الآفة على يد الطبيب كولي عام 1925 عندما تم تشخيص حالات لمرضى يعانون من فقر دم شديد ومجموعة أعراض لتشوهات العظام وموت المصاب في نهايه المطاف توضح هذه الخارطه الدول التي ينتشر فيها مرض الثلاسيميا الثلاسيميا مرض وراثي يؤثر في صنع الدم فتكون ماده الهيموجلوبين في مكريات الدم الحمراء غير قادره على القيام بوظيفتها مما يسبب فقر دم وراثي ومزمن يصيب الأطفال في مراحل عمرهم المبكر نتيجة لتلقيهم مورثين معتلين أحدهما من الأب والآخر من الأم. أنواع مرض الثلاسيميا: ثلاسيميا ألفا، ثلاسيميا بيتا، ثلاسيميا دلتا. كيف ينتقل المرض؟ ينتقل مرض الثلاسيميا بالوراثة من الآباء إلى الأبناء. فإذا كان أحد الوالدين حامل للمرض أو مصابا به فمن الممكن أن ينتقل إلى بعض الأبناء ويصبحون حاملين للمرض أما إذا صدف وأن كان كلا الوالدين يحملان المرض أو مصابين به فإن هناك احتمالا بنسبة 25% أن يولد طفل مصاب بالمرض بصورته الشديدة يقسم الأشخاص المصابين بالمرض إلى قسمين هما نوع يكون الشخص فيه حاملا للمرض ولا تظهر عليه أعراضه أو قد تظهر عليه أعراض فقر دم بشكل بسيط ويكون قادرا على نقل المرض لأبنائه، ونوع يكون فيه الشخص مصابا بالمرض وتظهر عليه أعراض واضحة للمرض منذ الصغر. أعراض مرض الثلاسيميا شحوب البشرة مع اصفرار أحيانا، التأخر في النمو، ضعف الشهية، وتكرار الإصابة بالالتهابات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لكل داء دواء" فكيف يعالج مرض الثلاسيميا؟ النوع الأول من العلاج: نقل الدم المتكرر، وتعاطي أنواع مختلفة من المضادات الحيوية، وخاصةً بالنسبة لمرضى الثلاسيميا الكبرى، أما مرضى الثلاسيميا المتوسطة فهم عادةً لا يحتاجون إلى نقل الدم بصفة متكررة، على الرغم من أن نقل الدم لهم قد يصبح حاجة ملحة إذا بدأت تعقيدات المرض بالظهور، أو إذا أوصى الأطباء بذلك. أما النوع الثاني من العلاج، فهو العلاج الدائم. يتمثل هذا العلاج في إجراء عملية زراعة للنخاع العظمي، المسؤول عن تكوين الدم، حيث يتخلص المريض من الجين الوراثي المسؤول عن المرض بصفة نهائية. ولكن هذا النوع من العلاج متوفر فقط لأعداد قليلة من المرضى، بسبب ارتفاع الكلفة المالية للعلاج، واشتراط سابقًا وجود متبرع. طرق الوقاية من مرض الثلاسيميا الاستشارة الطبية والفحص الطبي قبل الزواج، فحص الجنين في حالة الشك بإصابته بالثلاسيميا والتقليل من ظاهرة التزاوج بين الأقارب